الأرق قلوباً والألين أفئدة من أبناء محافظة إب صنعوا فرحة تعانق السحب، امتزجت فيها الدموع والسعادة والمشاعر الإنسانية في موقف يجسد التكافل الاجتماعي في أبهى وأروع صورة. قلوب بيضاء بسطت يدها في حفل بهيج بحضور رسمي وجماهيري لتكريم إحدى ذوي الاحتياجات الخاصة من الكفيفات، صانعة التحدي سمية أحمد ناصر، والتي حازت على المرتبة الثامنة على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة لهذا العام. طالبة المتميزة الكفيفة سمية أحمد علي محمد ناصر كسرت كل قواعد اليأس وكل قواعد الخمول وكل قواعد الإحباط، وهو نموذج لا بد على الجميع أن يتعلموا منه درسا كافيا في مراحلهم القادمة وفي حياتهم. هذه الطالبة التي صدقت نيتها والتي صدق جهدها وتفانيها في تحصيل العلم. سمية ناصر مثلت ابنة اليمن المثابرة القوية القادرة بعزيمة وإصرار، حققت هدفها وأثبتت أن لا شيء مستحيل أمام الإرادة. وكل من ساهم وسعى لمواصلة مشوار أمنا الراحلة، ولكم أنتم فاعلين وفاعلات الخير، بعطائكم حققنا أمنياتنا. نحن بناتكم الكفيفات فقدنا البصر ولم نفقد الدنيا، فنحن نحس بحنان أناملكم ودفء ابتسامتكم، ونعرف كيف نسقي للقلوب ونجيد لغة المشاعر ونتذوق الجمال. مبادرة إنسانية خيرية أبطالها عدد من الشرفاء ممن تكفلوا في شراء الجائزة الكبرى سيارة نوع رافور، بالإضافة إلى الهدايا المادية والعينية كدعم مادي ومعنوي، وبتحفيز مثل التكافل المجتمعي، وليس ذلك بغريب على أبناء هذه المحافظة. لقناة اليمن من اليمن، صباح الشغدري، محافظة إب.